وحول هذا الموضوع معنا عبر الستلايت من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد حسن الشهري. صباح الخير سيد حسن. سيد حسن، في الوقت الذي صوتك واضح. نعم، في الوقت الذي صنفت فيه دول الخليج حزب الله الإرهابي على قائمة الإرهاب، كانت قطر تمول الحزب وتعقد الصفقات معه وتدعمه بشكل مستمر، يعني كما هو الحال بالنسبة إلى جملة من التنظيمات الإرهابية والكيانات المسلحة الأخرى. يعني ما هي دلالات هذا التحالف الخفي؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نقول في هذه الليلة المباركة: اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ولا نقول إلا ما يرضي الرب عز وجل، والسمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا ديدن المواطن السعودي والبحريني وكل الخليجي. نعم، لا شك قيادة قطر منذ أكثر من عقدين وهي تنسج وتحيك مع الأسف الخيانة والمؤامرات في جسد الأمة العربية وفي نسيجها، وتحاول أن تفصل بين القيادة والشعب. وما سمعته في التقرير عن علاقة قطر مع حزب اللات في لبنان هي من أحد أهم المفاصل على هذا الطريق السيء مع الأسف التي سنته قطر لأعمالها، وهي منذ عام 95 وأيضا من قبل ذلك التوقيت لم تكن على وفاق مع نفسها. نعم، مع الأسف في قطر. وأود هنا أن أذكر أنه يجب الفصل بين القيادة القطرية والشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي لنا، نجتمع في أمور كثيرة، في العقيدة والدين والنسب والدم والعرق والأرومة كذلك. ولكن مع الأسف أصبحت الخطوط الحمراء للأمن الوطني لدول مجلس التعاون لبعض الدول العربية خط أحمر، ولم تعتبر قيادة قطر منذ أن وقعت قيادتها في المملكة العربية السعودية قبل عدة أعوام على اتفاق أو على تعهد بعدم المساس بالأمن الوطني للدول الخليجية والتدخل في شؤونها، ولكنها مع الأسف دائما تنكث بهذه الأعمال. من أهم وآخر أهم وأسوأ أعمالها مع الأسف هو ما حصل في سوريا من تغيير ديموغرافي من أجل المجموعة لا تكاد تذكر، كانت تعربد في صحراء بادية الشام. هذه هي القيادة القطرية. كنت أتمنى أن تقتدي بطهران، فطهران تجيد الهروب من المعارك الخاسرة، ولكن قطر مع الأسف تستمر في سياستها الخرقاء إلى الآن. ما قامت فيه المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية من أعمال هي ضمن الأعمال السيادية لقطع العلاقات، وأيضا منع طيرانها وإغلاق المنافذ، ليس كما يسموه حصارا، فهم يتكلمون وبملء شدوقهم أنهم الأكثر ثراء في العالم، ولكنهم يتبعون النهج الإيراني في المظلومية. نعم، ثم يدعون في جانب آخر، وهذا دلالة على تناقض هذه السياسة. مع الأسف أنا أعتقد أنه في قطر من أهل الحل والعقد من يستطيع أن يغير بوصلة العمل هناك في الدوحة. وإذا كان القضاء القطري مستقل ويستطيع، فهو قادر على أن يحكم على الحمدين وعلى الأمير الحالي بالسفه، ويحجر عليهم لأنهم ليسوا أهلا لقيادة الدولة، فهم أصبحوا مع الأسف سرطان في جسم الأمة الخليجية والعربية. ونقول ذلك بكل جرأة، ونحن أيضا متألمين من ذلك، لأننا لا نود أن يكون من قياداتنا في دول المجلس بهذه الخلفية الأخلاقية التي لا تتفق ليست مع الدين الإسلامي، ولكن أيضا مع الأعراف العربية التقليدية على الأقل، وليست الأصيلة. نعم، نعم سيد حسن، نعم سيد حسن، هناك لماذا التواطؤ القطري مع حزب اللات؟ ماذا تهدف من ورائه؟ هناك حقد دفين. الهدف من قطر ودعمها لحزب الله وإيواء جميع الإرهابيين ودعمهم هو للخلق فتنة ولتنفيذ أجندة خارجية قامت عالمية غربية تبناها في البداية بوش الابن ثم أوباما سيء الذكر. نعم، وأيضا دعمتهم إيران في المنطقة ومطاياهم مع الأسف داخل بلداننا العربية لتفتيتهم العربية، فبدأوا
ما يسمى بثورات الخراب العربي، وأفشلتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج وجمهورية مصر العربية، فلجوا أيضا إلى مؤامرات أخرى. حزب الشيطان حزب متآمر يعمل لمصلحة تل أبيب ويعمل لمصلحة طهران، وهو يدعي أنه يقاوم إسرائيل، وهو يعمل لمصلحة إسرائيل، وهو من يقتل الشعب السوري العربي المسلم السني في الشام. وهي أيضا موجات كبيرة من الحشد الشيعي في العراق، تعربد في العراق وفي شرق سوريا حاليا وداخل الجسد السوري. مع الأسف من يقوم أو البنك المالي لدعم كل هذه الميليشيات الطائفية الحزبية الإرهابية هي عاصمة الدوحة وقيادة عاصمة قطر الدوحة وقيادتها، وكما علمنا أن ويعلم الآخرين أن مستشاره خرج من رحم الكنيسة الإسرائيلية، وأن مفتيه هو زعيم دعاة الفتنة الطائفية القرضاوي ومن سبقه عزمي بشارة في الاستشارة، وبالتالي من خان والده فليس بغريب أن يخون شعبه أولا ثم جيرانه ثم الوطن العربي، والهدف في النهاية هو الإسلام مع الأسف. وأنا أعتقد أنه لو كان هناك من يستطيع أن يحلل الـ DNA للحمدين، أنا أعتقد أنه سيكتشف أنه يعود إلى قطري بن الفجاءة أحد زعماء الخوارج في بداية العصر الإسلامي. نعم، من الرياضة المحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد حسن الشيري، شكرا جزيلا لك.